جبت ليكم اول سبورتيف في المغرب تقدر تشريها غير بمليون وبدون رخصة سياقة. خوت هاي كما كتشوفوا اطلس بونتير اير 15 بلاكة صغيرة. بالنسبة للناس اللي كيحماقوا على سبورت بايك وباغين يبداو كاول موتور ما عندهمش البيرمي وباغين يتعلموا في شي موتور ما يكونش مجهد عليهم، فها هو الحل. هذا الموتور عنده بزاف ديال الايجابيات وبزاف ديال السلبيات اللي غادي نقول لكم في هاد لا فيديو، وغنتيستيوه غنصوقوه غنشوفوا هاد الموتور كيفاش داير في الطريق الصوت ديالو وكاع داكشي. نبداو بالايجابيات ديال هاد الموتور. موتور سون بيرمي مليون ونص جديد، يعني في البون اوكازيون كيطيح حتى الثمن ديالو ما بين مليون ومليون ونص. موتور بلاكه صغيره زيرو كونسوماسيون، فيه رويضه لورانيه عريضه سواء لا لورانيه ولا القداميه، وديشابمون اللهم بارك فيه واحد السويت تبقبق في الطريق. ريزيرفوار فيه كتهز 18 لتر دونك ريزيرفوار كبيره. بالنسبه للكونسوماسيون ديالو كيكونسومي 2% كونسوماسيون فيه اللهم بارك. بالنسبه للديزاين ديالو هو هذا اللهم بارك اللي خدموه ديال بصح. غادي نشوفوا هاد لي ليد اللي دايرين ليه من القدام. سيستم فريناج بالنسبه لهاد سبورتيف داير ليها غير ديسك واحد القدام وديسك اللور. حتى فريناج 10 على 10. من الايجابيات ديالها هي انها فيها سيستم فيتاس بحال ماطاك با، دونك بريمير لتحت كلشي الفوق كاطيان فيتاس. تقدر تعلم فيها تسوق اي موتور كبير من موراها. نشوفوا هذا الموتور كيفاش داير في الطريق ونشوفوا السلبيات ديالو. حداجه دوزنا هذا الموتور 3 2 1 0. سي بارتي صافي باغ تحركوا. سول خوت موتور تقيل شويه في الطريق، فيه تقريبا 160 كيلوغرام في البوا 50 في الماكينه 160 كيلو وموتور 50، دونك موتور ما تيجريش. هذه ما بين السلبيات ديالو هي بريمير والو ما كاينش شي تنقيزه ولا شي حاجه، يعني هذه ما بين السلبيات ديالها موتور فاشل ديال بصح حيت تقيل في البوا حتى في الطريق 50 الى وصل يوصل لك ديك 65 هي الطوب سبيد ديالها. دونك موطور ثقيل فيه مشكل عاوتاني قليل البياس ديالو والو. بالنسبه للبياس كايناج ما كاينش، غتشوف حل مع حتى لي كونسومور بحال اللي غتشوف حل مع لي بلاكيت ما غتلقاهمش، خصك تولي تعمرهم. عندك الفورج تيبقى يخرج الزيت دغيا تيعيا، دونك خصك تبدل لي زايد ويل. لي زايد ويل مشكله باش تلقاهم. مي واحد المعلومه بالنسبه للناس اللي عندهم بحال هذا الموتور، لي زايد ويل ديال لاكس ماكس 125 ديال واحد الموديل غادي يخدموا ليها، غتلقاهم في كازا. بالنسبه للناس اللي كيعانيو مع هذا المشكل، عندك اسيدي واحد الفولون شد في الكادر هنايا شد حتى الماكينه تيتحل وحضيو مع الكادر ديالو الخوت ملي تجيو تشريوه في هاد البلاصه بالضبط فين تنحط رجلي. الكادر اللي لداخل حاول تشوفوا واش ما كاينش شي شقه تمايا ولا شي حاجه بالنسبه للناس اللي باغيين يشريوه. سبيد تقيل الخوت، هانتوما كيما كتشوفوا كامل دابا بالنسبه ليا سلبيات. تنحاول اكسيليري عليه يلا شي ريبوندي تقيل. دونك بوستي 90 غادي يطوبلك وسط الزحام انت وشطارتك تشمو الطاكسي والله تتشد عشاك. انايا دوز معايا غنحاول هذا الموضوع تقريبا شي عام ولا شي حاجه ما بين الحوايج اللي عانيت معاه. عندك حتى جوج ديال ليسونس كتخسر ليه، التغييره مازال خدامه عنده حتى جاي الله ضارب عنده 7000 كيلومتر. فوقاش بدا تيبين لي العيوب ديالو في ديك 15000 20000 كيلومتر، بدا تيبين لي العيوب بحال هاد البلان ديال الفورج اللي كيخرج الزيت، لا جوج ديسونس خسرات، لي بلاكيت بغيتهم ما لقيتهمش مشيت حتى نعمر فيهم. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا نبريباريو هاد لا موطو، مثلا بريباريتيه 150 كاع، غتخيلوا معايا الخوت موطور فيه 160 كيلو عاد الثقل ديالك، يعني واخا تبريباريتيه 150 راه ما غيعطيكش داك داك الجهد. لا بريباريتي مثلا كاكزومبل المهم 600 150 في 600 ولا 150 في السيماتي ولا شي موطور اللي خفيف شويه على هذا الموطور، حتى هذا الموطور فيه 160 كيلو. تنعاود نقولها 160 كيلو عاد الثقل ديالك وعاد الثقل ديال لي موار. بين السلبيات الخوت عاوتاني ديال هذا الموطور هو انه فيه الفيبراسيون زايده شويه.
نونوس واللي كي جاكم ستيل جديد ناس مركبين تي جي وانا مركب هذا اش هذا صافي اسمعوا لي الصويت اللهم بارك هاد البور دي شابنو هو اللي تيخرج معاه من لا ميزون جديد كتحيد ليه كاتاليزور كيولي فيه الصوت بحال ما ركبش اكا هادو ما بين الايجابيات بالنسبه للناس اللي باغين الصوت مجهد اللي ما باغيش الصوت مجهد راه يخلي غير السيلونس راه تيبقى الموتور سيلونس يعني ما غيلقى حتى شي مشكل وقولوا لي الخوت في لي كومونتير هاد السيل الجديد اللي درت للكاس كيفاش جاني سيستيم ديال لالام كيخرج معاه من لا ميزون مركب تيكون مركب تحت الكوسان اللوراني فيه واحد مالا صغير في الكوسان اللوراني الا بغيتي تخبي فيها الوراق ولا شي حاجه واخا ما كنصحش الخوت شي واحد يخبي الوراق في الموطور تخيلوا معايا تكون حاطه في شي باركينغ ويتشفر لك مثلا الموطور يتشفر لك حتى الوراق ديالو ما بلانش ما بين السلبيات ديال هذا الموطور عاوتاني الخوت هو انه في الطابلو ما تيطلعش لك الا فيتاس انت مدوس تيطلع لك غير بوان مور عاوتاني الخوت ما بين السلبيات ديال هذا الموطور هو انه لاباي اللي كتعبر لك فيتاس بحال غادي كتخسر انايا في الموطور اللي كان عندي كانت خسرات ليا وثلاثه ديال الدراري صحابي طار لهم نفس البلان مع المده كتبقى تخسر يبقى يعطيك بحال غادي بصفر ما يبقاش يتحسب لك حتى الكيلومتراج اللي غادي به ولا والو يبقى بحال هكا ديما الزيرو وداك لاباي ديالو ما كايناش اللي كتعبر الا بغيتي تبدلها كتخسر عندها واحد اللعيبه كتخسر ليها دونك الخوت هذا الموطور كما قلت لكم في بدايه لا فيديو كما فيه بزاف ديال الايجابيات فيه بزاف ديال السلبيات اذا كان عاجبك هذا الموطور خص تكون عارف السلبيات ديالو والايجابيات ديالو نتمنى نكون وصلت لكم كاع السلبيات اللي عشت مع هذا الموطور في عام ونص اللي دوزها معايا هادو هما السلبيات اللي عشت معاه صراحه ما عانيتش شي نهار الحمد لله من لومبان ولا شي حاجه موطور اقتصادي ضربت به الطريق كنت شد بطاقه شويه طويله غير هو كان تيعذبني في الطريق طويله حيت ما كان الموطور ما تيجريش باش غتبقى غادي في الطريق مثلا ب 50 55 داك الطريق كامله ولا 60 راه قليله حيت قبل منه كانت عندي 600 كانت تجري عليها مثلا غير بيرو طون طاو 110 كانت تجري عليها دونك ما بلانش تغي ديجا مركب ليها هنايا السيبور ديال التليفون هذا هو الديزاين ديال هذا الموطور اللهم بارك دونك بامية لتحت كلشي فوق هاي طلع دابا دوزيام غنطلع تخوازيام وغنطلع كاطيام حطو حتى كاطيام فيتاس لي كوموند فيه نورمال لابيل فار كود فار ستارتر كلاكسون والسينيال هنايا ما عندكش ملي كتشعل الضو كطفي كيبقى شاعل ديما اوتوماتيك يو نو بوم سحام تيانك شو شويه هاد المرايات معادي مرايات مهمين فيه مرايات تيبينو مزيان دغي صاحبي باغي يبدلهم باغي يديرهم هادوك ديال اللي فيهم جناوح تيكونوا معايا تيوليو جناوح تعطى واحد ستيل ناضي والله دابا المزيانه هي كلشي ولا في علي اكسبريس اي حاجه كتجيبها مع علي اكسبريس كتشعلنا اي بياسه لي زاكسيسوار مثلا كنت باغي نبدل ليه لوفيات لومبرياج والفان نديرو ليه ريزوما عاديين ما تيخدموش ليه خاصك تيخدمو ليه غير زوما دوريجين زيدو هادو حتى هي السلبيات تما المهم كانوا طلعوا لي فراسي هاد اللوفيات ديالو كنت باغي نبدل اللوفيات مثلا في الحمر دير في الحمر فهمتي كان خصني هي ناخد لوفيات ديال غير زوما دوريجين هادوك 100 درهم ما تيخدموش ليه ولا بغيتي داك لوفيات الاخرين خصك واحد 500 درهم دونك خليت هادو ديالو لا كاليتي كي بار بان وفي لي كومونتير كاملين الخوت
تنحاول دائما نجيب لكم جديد وتنحبكم قلب خالص. عائله وحده هنايا. واي وطارق وطارق والحجه خالتي يودي حاج اسمح لنا صور خوت حتى لهنا غنكون وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. نتمنى نكون شرحت لكم كاع المعلومات. بغيو تعرفوا على هاد الموطور خليو لي كيسيون ديالكم في انستغرام. هاي انستغرام ديالي باش نجاوب على كاع لي ميساج ديالكم. الحمد لله شكرا على كاع لي ميساج اللي توصلوني الزوينين ديالكم بانوا في لي كومونتير كاملين. ما تنساوش تدعمونا بلايك وكومونتير كالعاده. الخوت لا كاليتي كي بار. نخليكم تشو 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 تشوز.